بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حوالكم؟ يا ربي كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بحلوة اللي نحبوها بزاف، نحتاجوها دايما مع قهوة حليب، واللي هي كروكون. أحين وجدوها اليوم بطريقة سهلة وبسيطة بدون خلاط كهربائي. نتحصلوا في الأخير على كروكون وقرمش خفيف وبنين بزاف. نصحكم تتابعوا الفيديو حتى للأخير، وما تنسوش تديروا جام، تخليوا أيضا رايكم في التعليقات، وما تنسوش إذا كنتوا أول مرة تزوروا قناتي أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا جرس باش يوصلكم جديد القناة إن شاء الله. ما نطولش عليكم، راح نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير مع بعض. إذن كما تشوفوا عندي جفنة، ولا تحبوا إناء نضيفوا فيها 6 حبات بيض، من الأحسن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف معهم كاس ونصف من السكر. هنا السكر إذا حبيتي وتنقصوا تقدروا تنقصوا، تضيفوا مثلا كاس وربع الكاس هكا، حين تنقصوا من السكر تاعكم ما يجيكمش حلو بزاف. لكن احنا نخدمو بالكيل المتعارف عليه، يعني نعرفوا باللي ربع حبه بيض نضيفوا فيها كاس من السكر. اذا 6 حبات بيض حين نضيفوا كاس ونصف. قلت لكم اذا حبيتي وتنقصوا الحلاوه ما عليكم غير تنقصوا في السكر تاعكم عادي. ثم راح نخلط جيدا باليدين تاعي هاد المكونين في زوج، يعني البيض والسكر، نخلطها مليحه. نلاحظ باللي السكر تاعي هذاك داب. في هذه المرحلة اللي تحب تستخدم الخلاط الكهربائي تستخدم الخلاط الكهربائي. وهنا نعطي لكم الطريقة يعني التقليدية أو المتعارف عليها بدون يعني ما نطلعوها بالخلاط الكهربائي. كما تشوفوا هنا تغير اللون تاع الخليط نتاعي، وأيضا السكر تاعي داب. ثم راح نضيف فانيلا، عندي 2 أكياس، وتقدروا تضيفوا فانيلا بودرة ولا ليكيد كما تفضلوا اللي يكون متواجد عندكم. إذا نخلط مرة أخرى جيدا بهذه الطريقة، ثم نبدأ نضيف الزيت تدريجيا بنفس الكاس اللي كيلنا به السكر. إذا نضيف هنايا بالتدريج ونخلط، يعني كل ما نضيف كمية نلاحظ أنه اختلطت لي جيدا مع البيض والسكر راح نضيف كمية أخرى هكا حتى نكملوا كامل كمية الزيت واللي هي 2 كيسان. طبعا البنات تبعوا المقادير خطوة بخطوة، وكما حطيتها لكم أنايا طبقوها. تاني طريقة العمل لازم تتبعوها هكا بتحصلوا في الأخير على كروكون يكون ناجح. قلت لكم نفس الطريقة تقدروا ديروها بالخلاط الكهربائي إذا ما حبيتيش تستعملوا الأيادي تاعكم، لكن صدقوني هذه الطريقة وطريقة الخلاط الكهربائي يختلفوا على بعض، يعني جربوهم وشوفوا الفرق اللي يكون بين الكروكون المخدوم يعني محبوك باليد وبين الكروكون اللي يطلع بالخلاط الكهربائي. إذا بهذه الطريقة نستمر ونضيف الزيت. هنا عندي الكاس الثاني، نبدأ نضيفه تدريجيا. يعني الكروكون ما فيهش يعني تفاصيل بزاف، فقط فيه مقادير مضبوطة نتبعوها، وأيضا طريقة التحضير تاعو سهلة جدا. كما تعرفوا هذا النوع من الحلويات الجافة يخرجوا لنا كمية كبيرة، فمعظم العائلات الجزائرية يعني يحضروا كمية لبس بها من هذه الحلويات ويحتفظوا بها في علبة محكمة الإغلاق، ويعني يتناولوها في قهوة الصباح ولا قهوة المساء. فقط هذا النوع من الحلويات عدو تاعو هو الرطوبة، فلهذا حطوه في مكان ما يكونش فيه رطوبة باش يقعد لكم مقرمش. خلاص هنايا راح نبدا نضيف الفارينة باش نجمع العجينة. راح نضيف معها 3 أكياس تاع خميرة الحلويات ونبدا نخلط بهذه الطريقة. نحاول نلم العجينة تاعي. هنايا الفارينة نضيفها تدريجيا ونلمو، ما نشيحوش العجينة تاعنا بزاف. بالنسبة للخميرة ربع حبات بيض نضيفوا لها 2 أكياس، ف6 حبات بيض نضيفوا لها 3 أكياس تاع خميرة الحلويات. لازم تقيدوا بهذا المكونات باش تنجح معكم طبعا الوصفة ويجيكم مليح. هنايا نبقى نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة تكون طرية شوية تلتصق في اليد، ودوك تشوفوا معايا القوام نتاعها. وبهذه الطريقة راح نخلط العجينة تاعي وشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. شوفوا البنات لما يعني تستعملوها ولا تاخدوها بالايادي تاعكم تلقاها شويه تتلاصق، بصح لما تكوروها بين يديكم راح يعني تولي ملسه. عليكم شوفوا القوام نتاعها. ولازم نخليو العجينه بهذا الشكل باش لما يطيب الكروكو تاعنا يجي خفيف ومهوي ما يجيناش ثقيل. راح ندهن الصينيه تاعي بالزيت بهذه الطريقه، يعني الصينيه تاع الفون تاعكم تدهنوها مليح بالزيت باش ما يلصقش الكروكو تاعكم. ثم نبدا ونشكلوها، ناخذ كميه من العجينه وندير حربوش بهذه الطريقه. شوفوا ومن بعد نسقمو بهذا الشكل. طبعا نكمل ندير الحلبش تاعي بنفس الطريقه. راح نجيب صفار حبه بيض اللي كنت ضفت له القليل من القهوه، ثم راح ندهن كل حربوش جيدا من فوق كما راكم تلاحظوا. هنا نخلطو مليح
ثم راح نجيب بانسو ندهنهم مليح من فوق بهذه الطريقة. بالنسبة للتزيين اختاريت اليوم نزينه بالكاوكاو اللي تفضل أنها تزينه بطريقة التقليدية يعني غير بالفرشي طبق تعمل الخطوط، هي حرة لكن جربوه يعني بالكاوكاو يجي بنين روعة البنات، يجي ذوقه هايل بزاف. طبعا الكاوكاو هنا يحمصه لكن ما حمصتوش مليح لأنه ما زال يزيد يتحمر في الفور من فوق وراح يزيد ياخد لون بهذا الشكل يعني رحيته وثم غربلته نحيته هذاك الدقاق ورشيته من فوق بهذا الشكل. هنا راح ندخل الكروكون تاعي للفرن على 180 درجة من تحت حتى يطيب، ثم راح نشعله من فوق حتى ياخذ اللون الذهبي، ثم راح نخرجوه ان شاء الله. اذا بهذه الطريقة راني نعت لكم جيدا كيفاش رشيته. هنا اذا حبيتي وطبعا ترشوه لبرا ومن بعد تحطوه في الصينية كيما تفضلوا، لكن انا نفضل نحطو في الصينية ندهنو ومن بعد نرشوه بالكاوكاو ونحاول نحي الزايد هذاك من البلاطو باش ما يتحرقش معايا. هنا راهو خدا اللون المحمر يعني اللون الذهبي، راح نحيه مباشرة وهو دافي. راح نبدا نقطع فيه بشكل مائل بهذه الطريقة باش نتحصل على حبات تاع الكروكون. طبعا هنايا من الاحسن تخليوه يبرد بزاف لانه كل ما تخليو الحبات تاع الكروكون يبردوا كل ما راح يتكسروا معكم لما تقطعوهم، ومن الاحسن تستعملوا موس تاع المنشار يعني موس خاص بالخبز هكا كيقصه لكم احسن من انكم تستعملوا موس يعني عادي. شوفوا البنات هنايا الحبه تاعنا تاع الكروكون كيفاش يجيو مهويين ويجي خفيف ويجي طري. كاين بزاف ناس يحبوا يتناولوا الكروكون بهذه الطريقه يعني ما يحمصوهش على الجهتين، تقدروا تخليوها بهذا الشكل يعني بشكل يكون طري. اما حنايا في الشرق غالبا ما نحبوا الكروكون يكون محمص يعني باش يجيكم مقرمش. شوفوا كيفاش يجي طري يعني تقسم بكل سهوله، يعني وصفة سهلة وناجحة وكما شفتيوها ما تاخدش معكم الوقت وأيضا ما فيهاش يعني مقادير بزاف وتخرج لكم كمية كبيرة. بالنسبة كما قلت لكم حنايا في الشرق غالبا ما نحبوا الكروكون يكون محمص بهذا الشكل يعني نحمصوه على جهتين ما نخليوهش أبيض. واش نديرو؟ نجيبو صينية تاع الفرن راح نحطو فيها الكروكون بهذه الطريقة يعني على جنب، ثم نشعلو له من فوق حتى يتحمص ياخد اللون الذهبي ونقلبوه من الجهة الأخرى نحمصوه، ثم نحيوه نخليوه يبرد ونقدموه. كما تشوفوا الشكل تاعو يجي باهي بزاف ويجي خفيف ومقرمش هايل بزاف البنات. راح نقسم معكم ان شاء الله الحبه باش تشوفوها كيفاش يجي من داخل. شوفوا البنات من اروع من اروع ما يكون، ننصحكم اجربوه بهذه الطريقه خصوصا بالكاوكاو يجي بنين بزاف. انا ما بقالي غير نقول لكم اذا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش ديروا جيم، طبعا نحتاج بزاف الجيم تاعكم، هي اللي تطلع الفيديو هي اللي تخلي الفيديو يبان في محرك البحث في اليوتيوب. وايضا ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات لانه تعليقاتكم ما شاء الله روعه روعه. انا نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.